حمل أغرب من الخيال، إنها واقعة لا تحدث إلا لامرأة واحدة من بين كل 300 مليون شخص. سنروي لكم قصة ألكساندرا التي دخلت التاريخ بسبب أغرب حالة ولادة مرت بها. سأحكي لكم أنا نور الصباح في ملخص القصة. ألكساندرا نيكوفا هي امرأة من التشيك في 23 من عمرها، متزوجة، وكانت قد أنجبت في السابق طفلاً واحداً من ولادة طبيعية، وبعد عامين اثنين قررت أن تنجب مرة أخرى من أجل أن يصبح لدى ابنها أخ أو أخت. وبعد أن حملت في الشهور الأولى لاحظت أن حجم بطنها غير طبيعي بالنسبة للشهور الأولى، فذهبت إلى الطبيب فأخبرها بأنها حامل في توأم وليس في طفل واحد. سعدت بالخبر رغم ثقل الحمل، وبعد أسبوعين اثنين لاحظت ألكساندرا أن حجم بطنها يزداد بطريقة غير طبيعية، فذهبت للطبيب مرة أخرى لإجراء فحص السونار، وهنا كانت الصدمة. سعدت بالخبر رغم ثقل الحمل، وبعد أسبوعين اثنين لاحظت ألكساندرا أن حجم بطنها يزداد بطريقة غير طبيعية، فذهبت للطبيب مرة أخرى لإجراء فحص السونار، وهنا كانت الصدمة، حيث أخبرها الطبيب بأنهم ليسوا توأمين اثنين بل هم 4 أطفال. شعرت ألكساندرا بالضيق، لكنها في النهاية تقبلت الأمر وعادت إلى منزلها، لكن لاحظت أيضاً أن حجم بطنها يزداد بطريقة غير طبيعية وبالنسبة لشهورها الأولى، فذهبت للطبيب للمرة الثالثة، وهنا وجد الطبيب طفلاً خامساً ظهر، فأصبحت حاملاً في 5 أطفال ومن دون أي مواد تحفيزية طبية. وهذه تعتبر حالة نادرة لا تحدث إلا لامرأة واحدة من بين كل 300 مليون امرأة في العالم أن تنجب 5 توائم. لم يستطع الأطباء أن يتعرفوا على نوع الأجنة، وذلك بسبب أنهم يتزاحمون داخل بطنها فيغطون على أعضائهم التناسلية فلا يظهر نوعهم. نشر طبيب ألكساندرا حالتها الطبية ونشر كل التقارير الخاصة بها وتابع حالتها الطبية الكثير من أطباء العالم، ويوم ولادتها أتى إلى المشفى الكثير من الأطباء لمتابعة ولادة التوائم 5. كان هناك خوف على صحة الأطفال، فنادراً ما تولد التوائم في هذه الحالات بصحة جيدة، لكن ألكساندرا استطاعت إنجاب الأطفال 5 بصحة جيدة، واستطاعت أخيراً معرفة نوع الأجنة، فولدوا 4 ذكور وفتاة واحدة، وخرجت ألكساندرا من المشفى بعد 2 يوم في صحة جيدة هي وصغارها. طبعاً هذا كان قديماً، لكن الآن أصبحت كل هذه الأمور سهلة للغاية.